أسامة، بس لو حضرتك ممكن تغير المكان دكتور أسامة، زي ما قال دكتور مصطفى، هل تم التسعير بشكل عشوائي للأدوية؟ هو حضرتك ممكن كل واحد يوصف ما تم في يناير بوصف حسب ما هو شايفه. وصف حضرتك إيه؟ أنا شايف حضرتك إن ارتفاع التعويم الجنيه جه فجأة حتى لأعضاء الحكومة، يعني حتى للسادة الوزراء أعضاء الحكومة ما كانش عندهم علم مسبق إن هيبقى في تعويم للعملة الصعبة أو الجنيه المصري. فهذا القرار فاجئنا كلنا بما فيها الحكومة. فلو كانت الحكومة هتبدأ في عملية دراسة الأسعار بتاعة 14,000 صنف، ده كان هياخد وقت طويل جدا، وكان هيدخلنا في مرحلة جفاف دوائي، لأن الشركات لن تستطيع أنها تستحمل نقعد 3 4 6 شهور الشركات لجان التسعير بتسعر وإعادة تسعير وإعادة تكليف وهاتوا لنا الأوراق. فكان على السيد وزير الصحة أن يتدخل، وأعتقد أن هو يعني كان الصواب حليفه أن هو سعر بنسبة معينة من المنتجات. أي نعم ده يمكن ما يكونش الأصح، لكن هذا القرار كان الأصح في هذا الوقت. يعني ده معناه أن شركات الأدوية في حالة رضا من الأسعار اللي موجودة دلوقتي؟ أنا بقول لحضرتك، خلينا بس الأول نتفق على حاجة قولا قاطعا، لا توجد هناك أي محاولة لزيادة الأسعار أو تحريك الأسعار. وهناك إشاعات أطلقت أن بناء على ما أعلن في مؤتمر صحفي اللي هو الدكتور فؤاد بيلمح إليه في يناير، ده مسألة إعادة نظر في الأسعار مرهون ومشروط أن إذا كان الدولار هيتذبذب قدام الجنيه صعودا أو هبوطا. فالوزير قال أنا حاجي في شهر 8 أرجع أبص في كل الأسعار اللي زادت على حسب تحرك الدولار قدام الجنيه. الدولار قدام الجنيه تقريبا ما اتحركش، او يعني الذبذبه بسيطه جدا. فبالتالي لا ينتظر من السيد وزير الصحه ان هو يرجع يعمل سواء زياده او انخفاض الا بعد ما يتم بقى يدرس كل ده. معناه ان الشركات الادويه نفسها مش بتطالب بزياده الاسعار، هي راضيه على الاسعار والتسعيره الحاليه. لا معلش، بصي حضرتك مساله راضيه دي خليها على جنب شويه، لكن انا بكلم حضرتك ان شركات الادويه في ضوء الظروف اللي احنا فيها والظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد والشركات، وضوء التزامنا نحو المواطن المصري بتوفير الدواء له بسعر مناسب، نحن لم نطلب اعاده النظر في الاسعار، لان سعر الدولار لم يتحرك او يتذبذب صعودا وانخفاضا الى الدرجه اللي تخلينا نقول محتاجين نقعد تاني. ارجع لحضرتك مره تانية يا دكتور اسامه. بعد اذن حضرتك اكمل. فضل. لكن بالنسبه للي قاله الاستاذ فؤاد بالنسبه للشركات الاجنبيه اجتمعت، اللي عايز يجتمع يا فندم. هو انت مجرد ما تجتمع معايا وتقول عندك مشكله. دكتور اسامه انا ارجع لحضرتك مره تانية بس